معانا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن أشرف خضر المدرب العام للنادي الإسماعيلي. يا كابتن أشرف، أقدر أقول النهاردة هارد لك هذه المواجهة اللي كان الإسماعيلي من المفترض أنه يحصد نقاطها الثلاثة مع اللعب منقوصا غزل المحلة طوال الشوط الثاني. حبيبي حبيبي يا كابتن كريم، أخبارك؟ أكيد طبعا، أكيد الحمد لله يا حبيبي بخير وكله تمام. أكيد طبعا كان يعني مباراة مهمة، وكنا طبعا بنطمع إن احنا نوصل للنقطة 16. كان بقى لنا أربع مباريات ورا بعض لعبنا منهم ثلاثة بره ملعبنا، تعادل مع الجيش، وتعادلنا مع أسوان بعد كده في أسوان، وكسبنا الداخلية عندنا في إسماعيلية، وطلعنا اتعادلنا مع الاتحاد، أو الاتحاد اللي اتعادل معانا في المباراة، كنا احنا الأقرب للمكسب. يعني أعتقد يا كابتن كريم الأمور كانت ماشية بشكل كويس، والفرقة اتغيرت، وده بشهادة الناس كلها، خصوصا بعد مشاكل كبيرة. كانت بدايات كانت صعبة جدا النادي الإسماعيلي، كلكم كنتوا شايفين. لا في حالة الحمد لله موجودة بشكل كويس، وأعتقد مباراة النهاردة كابتن كريم يعني الناس كانت ممكن تطلع تشيد بالجهاز الفني كالعادة، لو فرصة من اللي احنا ضيعناهم دول دخلوا. يا كابتن اشرف انا قاعد بتفرج على المباراه النهارده، واحتراما لغزل المحله واحتراما للاسماعيلي طبعا، بس انا ما كنتش مصدق حجم الفرص السهله والتمريرات الغريبه اللي كانت بتطلع في منطقه الاماميه للنادي الاسماعيلي. شفت يا كابتن كريم انت بتاع كوره، انا قلت بصراحه، حتى انا قلت بعد المباراه في رعونه مش مفهومه. يعني انا لو لاعب اسماعيلي وفي الظرف ده، كل كوره عندي بحساب وبتركيز شديد جدا، مش ان انا ضمنت الفوز. انت بتلعب مع فريق محترم كمان، حتى مع الطرد لعب مباراه محترمه الشوط الثاني. ايوه طبعا يا كابتن، كلام محترم كمان منك. هم فريق المحله فريق عنده اصرار، لعيبه مش سهله، لعيبه في الملعب يعني مركزين جدا، رغم ان هم ناقصين لكن معوضين. لكن تعال بص لاحداث المباراه زي ما حضرتك قلت يا كابتن، يعني انا النهارده اجي الوم مدرب فرقته ما بتروحش للجول، لكن احنا كل شويه رايحين للجول وعمالين نضيع. انت بتتكلم في لمسات يعني لا فرص احنا شفناها كابتن كريم بعد الماتش كمان واحنا في الاستاد، شفنا الحاجات دي كلها، لا حاجات حاجات صعبه جدا. فاللي بيحلل اداء هو شايفه، لكن النهارده في الدقيقه بفضل 30 ثانيه ويخش فيه جول، في توفيق وعدم توفيق، وفي اخطاء موجوده وكانت موجوده بس اقول لك حاجه بصراحه يا كابتن اشرف لو تسمح، ما هو برضو دور الجهاز الفني انه يجهز اللاعبين دول ذهنيا ومعنويا وفنيا للمواقف اللي زي دي. يعني انا حسيت النهارده اللعيبه مش جاهزه ذهنيا، يعني ممكن تبقى انت عامل احسن خطه في العالم وانت مدرب كبير وتعلم هذا الامر، تعمل احسن خطه واحسن اداء واحسن تكتيك، بس اللعيبه مش مركزه، فده برضو حتى دي ممكن يلام على جزء منها الجهاز الفني. انا بكلمك بصراحه. طب انا هقول لك اتفضل يا كابتن اشرف. بصراحتك كالعاده طبعا انت عارف احنا حبايب. طبعا يا كابتن. بص يا كابتن كريم، لازم نبقى عارفين النادي الاسماعيلي بيمر فترة عصيبة، واللعيبة اللي عنده، احنا عندنا لعيبة كويسة جدا طبعا، لعيبة بجد، لعيبة النادي الاسماعيلي ما تستاهلش تبقى في المكان ده، لكن في عصبية وفي قلق وفي خوف. النهاردة اللعيبة اجوا في اخر الماتش مش عايزين يطلعوا من على 18، بس ده ايه بسبب ايه؟ ده وانت بتقول وانت عمال تندى، لكن اللعيبة يا عيني حاسين لو جبنا جول وارتحنا والله الماتش ده كان يخلص 4 صدقني والله. لكن اللعيبه من خوفهم على الجول مخلي فيه توتر، مش عايزين يطلعوا بره ال 18، مش عايزين يطلعوا ورا الكوره. لكن كان في حاجات بسيطه كابتن كريم مش محتاجه مدربين. في النهارده دقيقه وانا عندي اوت لاين بقف وبهدى، ده احنا بنلعب بسرعه يعني، معلش يعني برضو في حاجات لا تحس ان سبحان الله هو ربنا ليه حكمه. لكن احنا بنشكر اللعيبه اشتغلوا معانا في ظروف صعبه الفتره اللي فاتت بجد. طب كابتن اشرف، انتوا كجهاز فني مكملين المشوار ولا خلاص انتهى المشوار عند هذا الحد؟ لا احنا ما بالنسبه لنا اصل ان احنا نقول المشوار انتهى هو مش في ايدينا. احنا اشتغلنا برجوله الفتره اللي فاتت، والناس القريبه عارفه احنا اتحملنا ايه واشتغلنا. احنا ما كناش مدربين بس يا كابتن كريم، فانا مش هقول لا ما ينفعش طبعا، لكن
لو الاداره عندها راي طبعا نحترمه ونقف معاهم في اللي هم عايزينه، بس دي مسؤوليتهم هم. يعني ده يبقى قرارهم. يعني الاداره يا كابتن اشرف ما بلغتش باي شيء، عشان في بعض الناس نشروا ان الاداره بلغتكم بتوجيه الشكر، الكلام ده مش مظبوط. لا والله ما حد، انا بالنسبه لي انا ما حدش قال لي حاجه. ما فيش اي حاجه. لا ما اعرفش اي حاجه. بس مع الظروف دي والكلام دوت، انتوا كجهاز فني مستعدين تكملوا عادي يعني الاداره؟ لا احنا ما عندناش مشكله. طبعا احنا ما حصلش حاجه. انت اتعادل معاك المحله. انت كنت مغلوب، بتنزلت في ملعبك، انت ما كسبتش ماتش في ملعبك من اول موسم يا كابتن كريم. لا كابتن اشرف، زي ما انا برضو انتقدت جزء من الجهاز الفني، بس انا قلت هنا برضو في البرنامج ان الجهاز الفني الحالي تحسن معاه اداء الاسماعيلي بشكل الى حد كبير يعني، ولكن كان محتاج صبر، ومحتاج صبر عشان الامور صعبه. حبيبي يا كابتن كريم، الامور صعبه. بالتوفيق يا كابتن اشرف، وان شاء الله الحال ينصلح في الفتره اللي جايه. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن اشرف خضر، المدرب العام بالنادي الاسماعيلي.